سلام بنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. سمحوا لي غبرت عليكم شويه، ما حطيت لكم البارح انا حتى شي فيديو، لهذا اليوم جيت باش نجيب لكم واحد ربعه وصفات طبيعيه. تهلاي في راسك واحد شويه، ضروري واحد مره في الاسبوع نتهلاو في ريوسنا، نهتموا براسنا شويه، ما نبقاوش غير طبخ وروينه وتتتتتت. مهم، جبت لكم اليوم ربعه الوصفات. انا ضروري مره في الاسبوع البنات كنحاول نهتم بنفسي شويه. هاد الوصفات كي تعلقوا بالوجه، اول حاجه غادي نبداو بها وهي واحد الوصفه طبيعيه اللي غادي نطبقوا على الوجه ديالنا باش نكونوا شويه من باش البشره ديالنا ما يجاش واحد الاحمرار. يعني كتكون هذه الوصفه مضاده للاحمرار، هي فيها معلقه ديال السيترون، يعني معلقه ديال الحامض او الليمون كل دوله وشنو كتقول ليه. وعندنا صفار بيضه واحده. كنخلطوا المكونات ديالنا، كوب سيترون، غادي نضيف عليه صفار بيضه، خلطوا هاد المكونات مزيان. ومن بعد كديريها على الوجه ديالك وكتخليها، امتى غادي تحيدها؟ من بعد غادي نقولك. دابا غادي ندوز للوصفة الثانية. بالنسبة للوصفة الثانية كتختص بالشفاه، هذا مقشر الشفاه. كنحتاجو فيه معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، اللي بغيتو هاد سكر سنيدة هكا بيضة، ولا سكر سنيدة اللي لونها بني اللي متوفر عندكم في البيت. وكنحتاجو فازلين، ضروري البنات تكون هاد فازلين. كناخدو معلقة ديال فازلين، ما كاملاش غير بحال هكا، كندير لها هكا في السنيدة. ومن بعد كطبقي على الشفاه ديالك كمقشر، مقشر الشفاه، كتبقاي تقشري بها الشفاه ديالك غير بشويه البنات، ما كنديروش بالجهد، ما كنقشروش بالجهد، غير بشويه. كتحاولي تبقاي دوزي على الفم ديالك واحد المده ديال 5 دقائق وانتيا كتقشري في الفم ديالك. انتيا كديري هكا، بغيتي تستعملي ايدك بغيتي تستعملي شي فرشاه ديال الاسنان اللي مابقاش عندك، كتستخدم غير هكا المواد التجميليه غير في هاد الوقيته ديال اللي كتديري فيها التجميل. ندوزو دابا الوصفة الثالثة. الوصفة الثالثة وهي عبارة على مقشر الوجه، كنحتاجو فيه العسل، اي عسل عندكم، مهم عسل عادي ماشي بضرورة يكون حر ولا شي حاجة. وكنحتاجو سكر سنيدة، كنضيفو العسل على السنيدة ديالنا. من بعد ما ضفت العسل كنخلط المكونات مزيان حتى تندمج ليا كاع السنيده مع العسل. وهذا المقشر هذا راه زوين البنات بزاف، كيليق لجميع انواع البشره. ولكن البنات ما كنصحش البنات اللي عندهم هكا بشره دهنيه، لا يقدروا يستعملوا غير السنيده مع القهوه، راه هذيك مزيانه. حيت العسل اللي عنده بشره جافه كيحاول يخليها شويه دهنيه، لهذا ما كنصحش اصحاب بشره دهنيه يديروا العسل، يديروا غير القهوه والسنيده يحكوا بها الوجه ديالهم مع قطرات قليله من زيت الزيتون، ما يكثروش حتى زيت الزيتون باش ما يدمش لهم الوجه اكثر واكثر. المهم البنات هذه كتبقاي تقشري بها الوجه ديالك لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى هي، وانت كتقشري في الوجه ديالك. ملي كتسالي كتغسلي الوجه ديالك بالصابون اللي انت كتستعملي، وكديري ماء الورد باش تسدي المسام، حيت انت حليتيهم بالمقشر وغسلتي وجهك، يعني وجهك ولا نقي، سدي المسام بماء الورد. ودابا غادي ندوز باش نعطيكم مرطب بوصفه طبيعيه. بالنسبه للمرطب البنات، هذا المرطب راه زوين بزاف وفيه فوائد كثيره، حيت فيه العسل وزيت الزيتون. الطريقه وهي كتاخدي معلقه صغيره ديال زيت الزيتون ومعلقه صغيره ديال العسل، كتخلطيهم وكتابليكيهم على الوجه ديالك، يعني كتطبقيها على الوجه ديالك
وكتبقاي تتماصي كتماصي كتماصي وكتخليها في الوجه ديالك لمدة ديال 30 دقيقة، ومن بعد كتغسليه بالماء والصابون وكتعاودي تسدي المسام بالماء الورد. البنات هذا المرطب زوين. المهم البنات كانت هذه هي الفيديو ديالي انا ديالي ديال اليوم، كنتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. وإلا عجبك لا فيديو دعميني باللايك ديالك، وإلا كنتي جديدة عندي في القناة اشتركي عندي وركي على اشتراك او ابوني او لا سبسكرايب، شوفي انتي شنو مكتوب عندك في الهاتف ديالك ولا في الكمبيوتر ديالك، وركي على داك الجرس اللي حدا ابوني باش اي جديد درتو طلع لك نوتيفيكاسيون عندك في التليفون. وإلا بغيتو تواصلوا معايا عبر السوشيال ميديا، عندكم انستغرام وفيسبوك وسناب شات والايميل واللوبس لايف اسفل الفيديو، غتلقاو في لاباغ دانفو معلومات كلها. خليت لكم راحة البال البنات، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.